قناة أنوار بوست. السلام عليكم. أكدت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء أن إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو سيغادر التراب الإسباني عندما يتعافى من إصابته من وباء كورونا. وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن السلطة التنفيذية تطلب من زعيم البوليساريو أن يتعاون مع المؤسسات القضائية كما فعل اليوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية إيفي. وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن مدريد رفضت دخول طائرة جزائرية اليوم إلى التراب الإسباني، كانت تريد تهريب إبراهيم غالي إلى الجزائر. ورفض قاضي التحقيق الإسباني اليوم الثلاثاء اعتقال غالي أو سحب جواز سفره بغية منعه من السفر، وقال إنه لا يوجد خطر لهروب غالي من إسبانيا، لذلك لم تتخذ في حقه أي إجراءات. واحتفظ القضاء الإسباني بتهمتين رئيسيتين ضد زعيم البوليساريو الذي تم إدخاله منذ 18 من أبريل إلى مستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة، وتتعلق التهمة الأولى بالتعذيب، وتقدم بشكاية بشأنها فاضل بريكا الذي يتهم زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 من يونيو 2019 إلى 10 نوفمبر من السنة نفسها. وتهم التهمة الثانية ضد غالي بالأساس الإبادة الجماعية والاغتيال والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية والاختطاف، وتقدمت بشكاية بشأنها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها. ويعد المتهم أحد الأعضاء 28 ضمن الحركة الانفصالية مع مسؤولين حكوميين جزائريين كبار تم التبليغ عنهم من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا آخرين في غشت 2012. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.